شكرا على هذه الزيارة لموقع التصوير هنا في مدينة الدار البيضاء في استوديوهات العرش. الخوا هو سيتكوم ان شاء الله، سيتكوم رمضاني للقناة الثانية في 30 حلقة، كل حلقة عندها 30 دقيقة، واللي كيجمع واحد المجموعة كبيرة من الممثلين والممثلات في المغرب اللي شخصيا انا كنحترمهم وكنعزهم بزاف، واللي كيحكي ايضا قصة وعلاقة واحد جوج ديال الاخوة خوا اللي عندهم مشكل ديال الورث تاع واحد الرياض، وايضا واحد المجازان ديال السيراميك والفخار، وبالتالي وبعقليات مختلفة، كل عقلية تختلف شكلا ومضمونا عن الأخرى، وعندهم عائلاتهم، هي 11 شخصية داخل هذا السيتكوم، وكلهم كيعيشوا في هذا الرياض أو في المجازان ديال الشوروم اللي هو ديال الفخار، واللي عندهم مجموعة من المواقف الاجتماعية المختلفة اللي أصلها أساسا تتحدث إما عن المشكل علائقي، علاقات بيناتهم ما بين الكوبل الأزواج، أو علاقات على الورث الأساسي، وثم كتعرفوا أن هذا موضوع شائك ومهم، ثم العلاقات الأخرى المهمة المبنية على الثقافة في هذه المدينة الجميلة، مدينة آسفي، اللي كتميز بواحد المميزات مهمة، منها العيطاء، منها السيراميك والفخار اللي هو من الصناعة التقليدية اللي أصبحنا كنفتقدوها لا في بيوتنا ولا كنفتقدوها كشكل، وبالتالي أصبحت إشكال كبير للناس الحرفيين، الناس اللي كيتعاملوا في هذه المهنة، ثم أيضا العلاقة الحميمية داخل هذه المدينة مدينة آسفي ما بين جميع الشخصيات اللي كيعرفونا وكيعطيونا أيضا واحد الرؤية مغيرة ومختلفة عما نعرفه شكلا في الكارت بوسترات العامة حول شكون هي هذه المدينة وشكون هما السكان ديالهم، وبالتالي هي هاد السيتكوم هو نقطة مضيئة اللي من خلالها نعرفوا هذا المجتمع المغربي المحط، وهاد الشخصيات بكل أشكالها، هي شخصيات مختلفة صورة ما أو صورة مختلفة يمكن نشبهها بما ببعض الشخصيات المكتوبة عن طريقة كافكا، يعني فيها شوية ديال الصورة الممزوجة بواقع مختلف، وبناؤها ماشي مبني فقط بناء عشوائي، هو بناء اللي كيخلينا من خلاله أننا نضحكوا ونتفرجوا ونبكيوا أيضا، لأن تعيش هموم تعيش مأساة، وفي ديك المأساة تنخلقوا جو من الفكاهة اللي من خلاله إن شاء الله في رمضان بغينا ندخلوا هاد البسمة وهاد الفرحة للجمهور المغربي. هو اختلاف شكل، هو على مستوى الفني والاستيتيقي وعلى مستوى الجمالي، غنبقاو دائما في منحى عام حول الصورة الجميلة، حول الممثلين وأدائهم النفسي وأدائهم وشكلهم في التمثيل وتشخيصهم الرائع، غنبقاو دائما في صورة اللي كتعطينا واحد القيمة مضافة على مستوى الفيزيوال، على مستوى اللي يمكن يخلق لنا المتعة، لا على مستوى الباس، لا على مستوى التكنيك والتقنيات اللي هي مستعملة، على مستوى الحركة، على مستوى الإيقاع، هذه أشكال اللي كنخدم عليها منذ مدة، ولكن على مستوى المواضيع هي مش أشكال مختلفة. اللي مهم هو أنه دائما أنا أتحدث عن العائلة، أنا أتحدث عن الأسرة المغربية، أنا أتحدث عن العلاقات بين الأفراد ديال المجتمع، وهي شكل من الأشكال المهمة جدا اللي يمكن تخلق لنا واحد النوع من يعني الرؤية، كأننا نرى نفسنا في المرآة، كأننا كنشوف راسنا في واحد المحيط اللي خلق لنا في بعض الأحيان نقطة تطهيرية دو كاتارسيس، هذاك التطهير اللي كنشوفه من خلاله يمكن نستفدوا منه، يمكننا أيضا نعرفوا الفجوات اللي مهمة وندخلوا لها، أو نعرفوا بعض الأخطاء ديالنا ونصلحوها، أو نعرفوا أشياء إيجابية وناخذوها ونكتشفوها. تظن بأنه الخوا هو مختلف عن لوبيز، مختلف عن دار الغزلان، مختلف أيضا عن ياك حنا جيران، مختلف على حبال الريح، مختلف على واحد المجموعة ديال الأعمال، هذه كلها أعمال مختلفة شكلا ومضمونا، وكل وحدة عندها واحد طابع فيه رؤية معينة وفيه جمالية مختلفة،
واللي مهم في الامر هو انه عندما تشتغل فانك تشتغل مع ناس اللي هما محترفين واللي عندهم واحد التجربه واللي ايضا يقدوا انهم يعطيوك واحد المساحات كبيره اللي من خلالها كتصاوب ما يسمى بلو بوزل، لانه هذاك لو بوزل لا يمكنش يتصاوب وحده، كيتصاوب كانه فرانشمون بحال كنهضروا على ستركتور البنيويه، كانه كل واحد كل طريف كيعطيك شي حاجه مهمه، وما يمكنش انك تبني هذاك البناء الى ما كانوش جميع الاطراف كلها كتخلق هذاك لا ستركتور. دونك حنايا في هذا المنحة كنخلقوا دائما الفرجه من خلال جميع العناصر المكونه من التقنيين الى الانتاج الى الممثلين والمبدعين الحقيقيين داخل هذه الرقعه ديال اللعب، الى ايضا الفريق العمل اللي كيكون تيشتغل في الظل. وبالتالي وهي لعبه معقوله، ماشي لعبه يمكن فقط اننا كنفوجوا بها، هي لعبه احترافيه 100%، وهذا هو اللي كيخلي انه العمل الابداعي يتميز عن غيره او في بعض الاحيان يفشل، لانه ما عندوش هاد لا ستركتور، ما عندوش هاد البنيه اللي فيها العقل فيها القلب فيها الحب فيها الصدق وفيها الوقت وفيها اشكال اخرى اللي كتخلينا نتفرجوا مزيان. كنت اساسا تتاثر فراش على هذه وقفنا ما بقيناش كنشتغلوا ما بقيناش كنعملوا، تنظن بانه المساله دائما هي احكام بوقتات مسبقه متسرعه. العقل يتحدث دائما عن الاشياء الملموسه، الاشياء اللي كنشوفوها، والتجربه دائما تختلف عن تجربه اخرى، وبالتالي التجارب سواء داخل المغرب او خارج المغرب، التجارب العالميه كلها تبتت بانه في بعض الاحيان اننا كنحكموا على الاشياء قبل اننا ما نعيشوها او نشاهدوها او لا نكونوا على الاقل خدنا التجربه. تنظن بانه الناس اللي كتعرف وكتشتغل وكتجي تشوف فقط هذا البلاطو هذا ديال التصوير، تشوف الممثلين كيفاش التقنيين كيفاش كيشتغلوا، المخرج كيفاش كيشتغل، والكتاب كيفاش كيكتبوا، فقط الا شافوا هاد الناس كيفاش كيعملوا كنظن بانهم فقط ماشي غادي يصفقوا لهم، غادي يقولوا لهم برافو عليكم ويقولوا لهم تبارك الله عليكم لانكم كتقوموا بواحد العمل جبار. ستيفن سبيلبرغ كتب واحد الرساله مهمه جدا حول جميع الناس اللي كيشتغلوا في هاد المهن، فقط انك تفكر في فكره او تشتغل فيها او تنتجها او تبدعها او تخرجها او تمثلها او اي شيء من هذا يكفي، هذا فقط لقي باش نصفقوا لك ونشجعوك. اما بعد الحكم الاخر هو حكم ابداعي، حكم ديال انني بغيت نقول بان هذا جميل او هذا رائع او، ولكن لي جوجمون اون جينيرال الحكم هو حكم دائما تاتي في اطار ما يسمى القذف او ما يسمى، وفي الحقيقه حنا خصنا نستافدوا من ما يسمى بالبليزير، من المشاهده بفرجه ممتعه، والفرجه الا شفناها وحنايا كنتمتعوا كنظن بانه كنحيدوا المحكمه والمحاكمه والاشياء اللي يمكن لها اننا تخسرنا نوعيه معينه من الفرجه. الفرجه خصها تكون دائما بالقلب قبل من انها تكون بالعقل، وفي بعض الاحيان اذا كانت بالعقل فقط لكي نميز هذا من هذاك، هذا الابداع عن يختلف عن ذلك الابداع. اما عامه جميع اللوحات اللي عندما كتشوفها كتشوفها بانها مزيانه، جميع الكتب الروائيه اللي كتقراها راه فيها اشياء مفيده، جميع الانواع الموسيقيه راه فيها اشياء اللي يمكن اننا نستافدوا بها، فقط يجب ان ننخرط داخليا وليس خارجيا في العمليه الابداعيه.